نعم بخير. لقد مكنت المسيرة الخضراء التي نحتفل اليوم بذكراها العزيزة من استكمال الوحدة الترابية للبلاد ووفاء لقسمها الخالد للتنمية والتحديث والبناء من أجل تكريم المواطن المغربي واستثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا وخاصة بالصحراء المغربية. وقد مكن استرجاع قادمنا الجنوبية من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة، كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الداء الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمراورات الخصوم المكشوفين والخفيين. وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذلك يأتي هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي. غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإنشاء القاري والدولي. لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة للتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك بما فيه التنافسي. ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضر التي تعرفه مدن الصحراء المغربية، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد محلي يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها. اقتصاد متكامل دوامه تطوير التنقيب عن المواد الطبيعية في أرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد المحلي وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة. كما ندعو الاعتماد لاستراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية تقوم على استثمار مؤهلات كثيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى واجهة حقيقية للسياحة الشرقية والصحراوية. شعبي العزيز، إن المغرب كبلد مستقر وذي مصداقية يعرف جيدا الرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص. الواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني من خصائص ملموس في البنيات التحتية والاستثمار والاستثمارات رغم مستوى مؤهلاتها البشرية ووفرة مواردها الطبيعية. ومن هذا المنطلق نعمل مع شقائنا في إفريقيا ومع كل شركائنا على إيجاد إجابات عملية مناجئة لها في إطار التعاون الدولي. وفي هذا الإطار يندرج المشروع الاستراتيجي أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، وهو مشروع للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزايد الدول الأوروبية بالطاقة. وهو نفس التوجه
الذي دفع بالمغرب لإطلاق مبادرة في إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية 23 وهي تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. إن المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة. لذا نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، غير أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتأهيل بنية التحتية لدول الساحل. من الأمل أن نربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي. والمغرب مستعد لوضع بنياته البنائية والسكك الحديدية رغم إشارة هذه الدول الشقيقة، إيمانا بنا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها وفي المنطقة كلها. سامي العزيز، لقد تكلمت عن الجدية وعن القيم الروحية والوطنية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية في عالم كثير من التقلبات. وقد جسدت المسيرة الخضراء هذه القيم العريقة قيم التضحية والوفاء وحب الوطن التي مكنت المغرب من تحرير أرضه واستكمال سيادته عليها. وعندما تكلمت عن الجدية فذلك ليس عتابا وإنما هو تشجيع على مواصلة العمل لاستكمال المشاريع والإصلاحات ورفع التحديات التي تواجه البلاد وهو ما فهمه الجميع، ونحيا تجاوبا واسعا بمختلف الفعاليات الوطنية. وهي منظومة متكاملة من القيم مكنت من توطين المكاسب التي حققناها في مختلف المجالات لا سيما في النهوض لتنمية أقاليمنا الجنوبية وترسيخ مغربيتها على الصعيد الدولي. قد اعترفت والحمد لله العديد من الدول بمغربية الصحراء، وعبرت دول أخرى كثيرة وفاعلة بأن مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما ساهمت كيان التضامن والتعاون والانفتاح التي تميز المغرب من تعزيز دوره ومكانته كفاعل رئيسي وشريك اقتصادي وسياسي موثق وذي مصداقية موثوق وذي مصداقية على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة. شابي العزيز، نغتنم مناسبة تقليد هذه الذكرى المجيدة لنجدد التزامنا بقياس مسيرة الخضراء ووفاءنا لقسمها الخالد، كما نشيد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية والإدارة الترابية وكل القوى الحية داخل الوطن وخارجه للدفاع عن حقوق المشروع للوطن. ولا يفوتنا أن نستحضر بكل تقدير وإجلال روح مبدئ المسيرة الخضراء والينا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه والأرواح الطاهرة لكل شهداء الوطن الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
Thank you.